نبقى في بابل، حيث نظم العشرات من الخريجين التربويين غير المحاضرين تظاهرة للمطالبة بشمولهم بالتعيين أو العقود الوزارية على ملاك مديرية التربية، أسوة بأقرانهم المحاضرين الذين تم تثبيتهم في وقت سابق وفق القرار المرقم 315. اليوم ابرز مطالبنا هو كتاب الاحتياج الفعلي. مع الاسف بباقي المحافظات تمت مناقشه كتاب الاحتياج الفعلي وانطلق بمديرات التربيه الا بابل. بابل مظلومه بمدير التربيه. اليوم مع الاسف راح نحكي طق بطق، لان اليوم مدير التربيه مع الاسف قاطع الطريق علينا ومتعاون مع قياده شرطه بابل. بالنسبه للمفاضله وكتاب الاحتياج الفعلي، المفاضله مرفوضه جمله وتفصيلا. يعني شلون انا اليوم اذا ما متزوج يعني اتورط اليوم انا؟ زين انا ما عندي اصلا، انا ما عندي فلوس ولا عندها، انا شلون اذا ما تعيني وما تعيني شلون راح اقدر اتزوج؟ شلون هاي مفاضله مرفوضه جمله وتفصيلا. خريجين غير المحاضرين نطالب من الحكومه المركزيه ووزاره التربيه ان تنظر بعين الابويه والعفويه، ان احنا نطالب بحقنا جاي نتظاهر على مود العقد. يعني احنا خريجين مهمشين والناشد الوزاره التربيه ان تنظر في عين الاعتبار. يوم نلاحظ ان هو المعلم يعني خرج من الضابط والدكتور والطبيب والاعلامي والمهندس، يعني حتى قفل المعلم وبده التبجيل اكاد المعلم ان يكون رسما. ونلاحظ من قواتنا الامنيه يعني واحنا ابناء جندتهم بنقمع والتهميش. نطلبنا بالعقد، يعني مطلبنا بالتعيين